السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار السيارات اليوم 25 أكتوبر 2021. خوتي جبنا لكم السيارات اللي وضحتوها في التعليق. خوتي اللي خصتوا أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. بي ام سيري طروالاني دي ملكاز طاقة بنزين محرك تروى سونساز اي علبة سرعة اوتوماتيك ماشية 218 ألف، لون أسود كارت جريس صافية. خوتي هاي السيارة طولو 300 مليون، موجودة في البويرة. قرأوا البطاقة التقنية من خافتي قبل ما تعيطوا المولاه. بي ام سيري تروا سبورت لين لاني 2018 طاقة مازوطة المحرك تروا سونفا 190 شوفوا علبة سرعة اوتوماتيك اللون اسود كارت غريس صافية. خوتي هاي السيارة عطولو 600 مليون موجودة في الجزائر غاية. قرأوا البطاقة التقنية من خافتي قبل ما تعيطوا المولاه. دستور دم الفنتيا طاقة مازوطة المحرك 1.5 سوندي شوفوا علبة سرعة اوتوماتيك لون رمادي فاتح كارت جريس صافية. السعر مولاها راه يقول 400 مليون، قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في تيزي وزو. قرأوا البطاقة التقنية من خافتي قبل ما تعيطوا المولاه. أودي أطروا ليموزين لاني 2015 الطاقة مازوطة المحرك 2.0 143 شوفو ماشية 191 ألف كارت غريس صافية. خافتي هاي السيارة عطاولو 350 مليون موجودة في سطيف. قرأوا البطاقة التقنية من خافتي قبل ما تعيطوا المولاه. أودي أطروا لاني 2020 طاقة مازوطة المحرك 2.0 170 شوفوا علبة سرعة أوتوماتيك لون أزرق جلواز الوثائق رخصة مجهد. السعر مولاها راه يقول 865 مليون، قابل للتفاوض. خوتي هاي السيارة موجودة في الجزائر. خويا مر اودي اسات مازال ما صبتلكش، ان شاء الله في الفيديو القادم الى صبتلك نجيب لك بحول الله. قرأوا البطاقة التقنية من خافتي قبل ما تعيطوا المولاه. اودي كي تروا لاني 2015 طاقة مازوطة المحرك 2.0 177 شوفو ماشية 175 ألف كارت غريس صافية. السعر مولاها راه يقول 400 مليون بريفيكس. خوتي السيارة موجودة في وهران.
قراو البطاقة التقنية ملي خافتي قبل ما تعيطوا لمولاه. سكودا اوكتافيا لاني 2019 في الطاقة مازوطا المحرك توبو زيرو 143 شوفو ماشية 41 في كارت غريس صافية صبيغة دوب زيرو روتوش دوب زيرو. السعر مولاها يقول 450 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في تلمسان. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. بارتنر ريفيتر لاني 2021 طاقة مازوطا المحرك 92 شوفو ماشية 8000 كيلومتر. اللون رمادي فاتح. خاوتي السيارة صبيغة دوب زيرو روتوش دوب زيرو. الوثائق رخصة مجهد. السعر مولاها راه يقول 465 مليون قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في تلمسان. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. كادي 2019 طاقة مازوطا المحرك 2.0 140 شوفو ماشية 43000. اللون رمادي فضي كارت غريس صافية صبيغة دوب زيرو روتوش دوب زيرو. السعر مولاها راه يقول 500 مليون قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في تلمسان. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. سامبول 2021 طاقة بنزين محرك 1.6 80 شوفو اللون رمادي فضي كاتيجري الصافية. خاوتي هاد السيارة عطاولو 275 مليون موجودة في الجزائر.
قرأوا البطاقة التقنية ملي خافتي قبل ما تعيطوا لمولاه. إبيزا 2018 الطاقة بنزين المحرك 1.6 دي شوفو ماشية 69 ألف كاتيجوري الصافية خوتي. السيارة عطاولو 275 مليون، موجودة في البليدة أبو فاريك. قرأوا البطاقة التقنية ملي خافتي قبل ما تعيطوا لمولاه.